بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر واللفظ لعمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو الحسن بن محمد قال: أخبرني عبيد الله ابن أبي رافع وهو كاتب علي قال: سمعت عليا رضي الله عنه وهو يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: ائتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا، تعالى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عطاسها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية، وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين. فذكر بمعنى حديث عبيد الله ابن أبي رافع عن علي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. في البخاري ما كذبنا ولا كذبنا، رواية في غير مسلم. قال النووي رحمه الله: باب من فضائل حاطب
ابن أبي بلتعة وأهل بدر رضي الله عنه. روضة خاخ هي بخائين، هذا هو الصواب. في بعض وقع في البخاري روضة حاج، اتفق العلماء على أنه من غلط أبي عوانة، وإنما اشتبه عليه بذات حاج، وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج، وأما روضة خاخ فبين مكة والمدينة بقرب المدينة. قال صاحب المطالب، قاله زورا، وقال الصائدي هي بقرب مكة، والصواب الأول. قوله صلى الله عليه وسلم فإن بها ضعينة، معها كتاب. الضعينة هنا الجارية، المرأة، وأصلها الهودج، سميت به بها الجارية لأنها تكون فيه. واسم هذه الضعينة سارة مولاة لعمران ابن أبي صيفي القرشي. جارية يعني مملوكة، مولاة. يقول وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أتاه الوحي بهذا الخبر الأمر الغيبي، وحدد المكان الذي سوف تكون وصلت إليه المرأة عندما يصل إليها علي رضي الله عنه والمقداد والزبير وابن أبي مرثد وأبا مرثد الغنوي وأبا مرثد. فهذا كله من المعجزات الظاهرة. قال وفيه هتك أسرار الجواسيس، فيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة، يعني لا يقال هذا حق شخصي له ولذا لا يجوز قراءة كتابه أو ما عنده إلا بإذنه، ائتوا بالكتاب، أخرج الكتاب، رغم أنه كان يريد أن يجعله سرا. إذا كان السر متعلقا بإفساد ومضرة على المسلمين جاز هتك هذا الستر وعدم الاعتداد بكونه أراد صاحبه أن يكون سرا فيكون أمانة، بل لأنه ضيع الأمانة لم يعد سره أمانة. حين ضيع أمانة المسلمين بتعريض أمرهم للخطر بالتجسس لصالح الكفار ضد أهل الإسلام على أهل الإسلام، فكذلك لم يعد سره أمانة، بخلاف ما إذا حدث الرجل حديثا لأخيه ثم التفت يقول هل يسمع ذلك أحد؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة، هؤلاء لم يخونوا الأمانة فكانت أسرارهم أمانة. قال وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة. وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر، إن الله عيون ستير يحب الستر، من ستر مسلما ستره الله، حيث كان الستر هو المصلحة ويمكن علاج الأمر دون هتك الستر. فالأصل أن نستر على المسلم إلا إذا كان في الستر عليه مفسدة. امرأة مثلا تسير سيرا منكرا تفعل الفاحشة وزوجها أو أبوها أو أهلها لا يعلمون، فنصحت مرة ومرات وهي مصرة، فإذا ستر عليها في هذه الحالة كان فيه مفسدة، بل يبلغ في هذه الحالة ولكن يتجنب طبعا أن يقذف دون بينة أو يصرح يعني الفاحشة، وإنما يقول انتبه اذهب إلى المكان الفلاني ربما وجدت شيئا ونحو هذا.
قال: وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعا، لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كبيرة بلا شك بقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ذكر العذاب واللعنة يدل على الكبيرة. قال: وفيه أنه لكن هذا الذي وقع من حاطب دليل على أن الكبائر لا تكفر صاحبها. لماذا؟ لأن الأنبياء لو وقع منهم الشرك لما غفر لهم على سبيل الفرض، لا يقع، وإنما أمر مستحيل ذكره الله عز وجل ليبين لنا أن الشرك لا يغفر لأحد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان الشرك لو وقع من نبي لما غفر له، إن الله لا يغفر ويشرك به، فأهل بدر دون ذلك. فإذا كان يغفر لأهل بدر فهذا دليل على أنه ليس فعلهم من الشرك، فأهل بدر معصومون من الشرك، عصمه الله عز وجل منه، لأنه قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو لا يغفر الشرك لمن فوقهم. إذن معنى الحديث مع الآية أن أهل بدر معصومون أن يقعوا في الشرك، سيظلون على التوحيد إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. وإن وقعت منهم الكبيرة، فأهل بدر ليسوا معصومين من الكبائر، وربما حد بعضهم كمسطح، فمسطح عندما قذف عائشة وهو من أهل بدر، عندما قذفها حد قيم عليه الحد، وقدامة ابن مضعون عندما شرب الخمر مستحلا متأولا أقام عليه عمر الحد، كان متأولا، قال: لا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسنوا. تأول هذه الآية وظن أن شرب الخمر لا يحرم على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكان هذا في وقت يحتمل التأويل قبل أن يقع الإجماع الذي من أجله يستنكر الحج رضوان الأمر. ما هو في هذا الوقت كان هناك نوع من التأويل. عمر رضي الله عنه عزم على أنهم إن أصروا ضرب أعناقهم، وإن رجعوا واعترفوا بأنها حرام محرمة فيجلدهم الحد، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه، قصة مشهورة، وهي دليل على أن من ارتكب الشرك الأكبر جاهلا أو متأولا لم يكن في حقه شرك أكبر، بل كان لأجل المانع من التكفير في حكم الكبيرة والمعصية، وربما كان مع غياب الدليل والتقصير في طلب العلم لم يكن ذنبا أصلا، كأي خطأ يقع فيه عالم بعد بذل الجهد. لذلك من وقع في الشرك جاهلا، ولو كان الشرك في حده شرك أكبر، لكن لا يكون حكمه حكم الشرك الأكبر في حق لأجل الموانع، وهذا في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وهذا عام: نستغفرك لما لا نعلمه. ولو كان الشرك الأكبر الذي لا يعلمه الإنسان، لا يعلم تحريمه، لا يغفر لما أمر بالاستغفار منه. الأمر بالاستغفار دليل على أنه يمكن أن يغفر. لماذا لا يحمل على أن هذا شرك أصغر؟ للعموم، الشرك الأصغر والشرك الأكبر مع الجهل والتأويل حكمهما واحد. ارتكب دعا قال بدد يا بدوي جاهلا، فهذا لا يكفر ولا يخلد في النار، ويمكن أن يغفر له ذلك،
لأن حكم الشرك في حقه إنما هو بعد البلاغ، كما أن الله غفر الشرك لمن وقع منه ومات مشركا ويوم القيامة دخل النار فكانت عليه بردا وسلاما، أليس كذلك؟ بل الحديث أربعة يحتجون عند الله يوم القيامة: رجل أصم، رجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. ذكر الحديث قال: فيرسل الله إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. إذن هناك أناس ماتوا على غير الإسلام، أحدهم يقول: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، ربي لقد جاءني الإسلام والصبيان يرمونني بالبعض وما أعقل شيئا، ورجل يقول: ربي ما أتاني لك من رسول. ماتوا على غير الإسلام، ومع ذلك منهم من كانت النار عليه بردا وسلاما، كيف غفر لهم وهم مكلفون؟ لأنه لم تبلغهم الرسالة، لم تبلغهم الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك نقول في قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي بعد بلوغ الحجة. وأما من كان بغير بلوغ حجة أو بنوع تأويل أو جهل أو خطأ أو نسيان أو إكراه، مع أن الفعل شرك أكبر، نطق بالكفر هذا الفعل، نطق بالشرك هذا الفعل، هذا القول كفر أكبر، لا يكون من نطق به مكرها كافرا ولا مشركا، ويغفر له ذلك ولا يعاقب عليه. إذن شروط التكفير وموانعه مؤثرة في هذا الحكم. ولذا لما كان حاطب رضي الله تعالى عنه، الحقيقة أن فعل حاطب على الصحيح لم يكن أصلا كفرا ناقلا عن الملة، ولكننا نتكلم عن أهل بدر. أهل بدر لا يقع منهم الشرك، نحتاج إلى الإجابة على ما وقع من قدامة بن مضعون الذي شرب الخمر متأولا، مستحلا متأولا. نقول الجواب أن هذا في حق أهل بدر لا، لأنها أن هذا كان مع التأويل لا يكون حكمه حكم الشرك الأكبر في حق من ارتكبه كذلك. نعود إلى فعل حاطب، هل كان كبيرة أو كان شركا مع التأويل؟ نقول ليس هناك تأويل، لأنه إنما استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أعني كان يعلم أن هذا أمر محرم، مراسلة الكفار، ولم يذكر أنه يستجيز ذلك، وإنما أراد مصلحة دنيوية من حماية أهل أو ولد. فثبت بذلك أن من التجسس أو من موالاة الكفار، لأن الآية نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أن منه ما لا يكون كفرا، وقد يكون كفرا، لأن حاطب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا حاطب ما هذا؟ إذن من وقع منه شيء من ذلك يسأل: ما هذا؟ لماذا فعلت ذلك؟ فلو كان فعله ردة عن الإسلام، لو كان فعله رضا بالكفر بعد الإسلام، لو فعله كفرا لكان كافرا، لأنه قال: والله وما ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يبقى الثلاثة دول كذلك، كل واحد من هذه هي كفر والعياذ بالله، نفاها حاطب. كما يقال للذي لا يصلي: لما لم تصلي؟ الفعل في حد ذاته لا يكون مخرجا من الملة حتى يسأل، فإن قال: لم أكن لأسجد، كما فعل مين؟ إبليس. إبليس قال: لم أكن لأسجد، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ وهكذا نصنع مع من ترك الصلاة أو الصيام، ما حملك على ذلك؟ كأمر قد يشتبه فيه أو يحصل على سبيل الكفر، وقد يحصل على سبيل الكبيرة، فيسأل صاحبه عن ذلك، وهو في حد ذاته لا يكون كفرا بمجرده.
فهو دليل على أن من صور الموالاة ما يكون محرما وكبيرة ولا يكون كفرا، وليس كما يجعل البعض أن كل الموالاة تكون كبيرة ومعصية، لأن من الناس من يجعل موالاة الكفار مطلقا بهذا الحديث وهذه القصة ليست من الكفر، وهو من الضلال البين، لأن الآيات كثيرة جدا في بيان أن موالاة الكفار هي تلحق صاحبها بهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، قد برئ الله منه والله وهو بريء من الله، ليس من الله في شيء، إذا زال كل تعلق له بدين الله. إذا هناك التقسيم ضروري لا بد من معرفته، أن هناك من الموالاة ما يكون كفرا ومنه ما يكون معصية كبيرة من الكبائر، كما أن طاعة الكفار والمنافقين التي نهى الله عنها، قال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال ولا تطع منهم آثما أو كفورا، نقول كذلك إن كانت طاعتهم في الكفر كانت كفرة، وإن كانت طاعتهم في المعصية مع اعتقادي أنها معصية كانت معصية على قدر هذه المعصية، وإن كانت طاعتهم في معصية مع اعتقاد حلها ولزوم اتباعهم أو صحة وجواز اتباعهم لأنهم سنوا ذلك كان استحلالا للمعصية وكان كفرا. وكذلك متابعتهم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، إن كان ذلك كعقيدة اليهود والنصارى في اعتقاد حق التشريع لهم، وأنهم لهم أن يبدلوا الشريعة وأن يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم، وهو من الكفر الأكبر. وأما إذا كان مجرد متابعة على المعصية ومع اعتقاد حل الحلال الذي أحله الله وحرمة الحرام الذي حرمه الله، فلأصحابه حكم أصحاب الكبائر، لأن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر. وهكذا في التشبه بهم، فمن تشبه بهم في كفرهم شعار كفرهم كمن لبس صليبا أو زنارا وقال هذا زنار، وكذلك من يعني أظهر شعار الكفر فهو والعياذ بالله كافر. وأما إذا تشبه بهم في المعاصي شبه بهم فيما دون الكفر لم يكن كافرا. اللي بيعايد عليهم نسأله، أتعتقد أن الله قد صلب في هذا اليوم؟ أتعتقد أن الله قد مات وقام من الأموات في هذا اليوم؟ أتعتقد أن الله عز وجل قد ولد في هذا اليوم أو قد ولد؟ فإن قال نعم يبقى فعل ذلك رضا بالكفر بعد الإسلام وكفرا وارتدادا عن الدين. وإن قال إنما جاملني في عيدي فأجامله وهو والعياذ بالله كافر، لا أن وأنا أعتقد أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنه الحي القيوم الذي لا يموت، فعند ذلك نقول قد عصيت الله. رفع الهلال مع الصليب أو المصحف مع الصليب على سبيل التسوية بينهما كفر ناقل عن الملة، وهو تكذيب للقرآن معظما للصليب، تعظيم الصليب في حد ذاته تكذيب للقرآن. ما أنا بتكلم فيه، إن كان صاحبه لا يعلم، مش لسه بنقول دلوقتي إن الجهل والتأويل والإكراه والخطأ والنسيان يجعل ما هو من الشرك الأكبر في حق من ارتكبه مع ورود المانع ليس في حقه شركا أكبر؟ لا، نتكلم على الحكم المجرد، لأن الحكم المجرد له أهمية أساسية، لأن الحكم المجرد مع الإصرار عليه وقيام الحجة وهو والأمر معصية هيعمل إيه؟ استنى بس جاوب على سؤالي. بقول دلوقتي واحد ارتكب الزنا عالما متعمدا غير متأول مختارا غير مكره ذاكرا غير ناسي
يعني قاصدا غير مخطئ. يعني ايه قاصد غير مخطئ؟ يعني دخل على واحده عارف انها مش مراته، ما لو دخل على واحده في الضلمه وهي افتكرها مراته فوقع بها يبقى ايه؟ يبقى مخطئ، مش كده؟ ما يقامش عليه الحد. لو واحد اتنين اتجوزوا في نفس اليوم، ده جوز دي سعاد وجوز دي صفيه وده جوز ده صفيه، وبعدين اتلخبطوا دخلوا دي دخلت عند ده ودخلت عند ده، يبقوا ايه؟ يبقوا مخطئين، مش كده؟ في اكراه، في نسيان مثلا. يعني المهم يعني لو واحد ارتكب هذه الفواحش من غير الموانع دي كلها، واحد ارتكب الزنا اهو عامدا عالما غير متأول ولا ناسي ولا مخطئ ومختار وقاصد كل حاجة، يبقى ايه؟ يبقى مرتكب، لا مش هنسأله، مرتكب كبيرة مش هكافر. لا يعني استحليت الزنا ولا استحليت؟ لا ماشي، الاصل فيه ان هو طالما ما قالش ان الزنا حلال يبقى ايه؟ مرتكب كبيرة. فمهم ان احنا نعرف الحكم المجرد للتفرقة بين الشرك وبين ما دون ذلك. لما يرتكب شرك ندور بعد كده في الموانع، ماشي كده؟ نقول لو ارتكب الشرك مع ورود الموانع ما يبقاش الحكم في حقها انه مشرك. طب وحاطب عنده مانع ان يعمل كده؟ ما احنا قلنا الفعل بتاع حاطب ما هواش كفر اصلا، فعل حاطب موالاه محرمه، فعل حاطب كبيره من الكبائر، عشان كده بنقول ان ده دليل على التقسيم، مش ان حاطب ارتكب كفرا عذر به، لان اللي ذكره ما ذكرش جهل ولا تأويل، ده ذكر أمر دنيوي وبالتالي ده مش تأويل. لما يجي واحد يدوس على المصحف ويقولوا له أنت بتعمل إيه؟ قال له والله بس ما اشتغل عسكري عندهم وقالوا لي اعمل كده، ولو ما عملتش كده هيزعلوا مني، يبقى إيه ده؟ خارج من الملة. واحد بيجامل رئيسه وسادته وكبراءه فبيقول اللي مسكوه في المظاهرات قل لا اله الا بشار، فقال الراجل كده تحت الضرب. الراجل اللي بيجامل ده خارج من المله، لان ليس من الاعذار ان فلانا يبيع دينه بعرض من الدنيا، ليس من موانع التكفير ان فلانا قد فعل ذلك لدنيا يصيبها. احنا الاعذار عارفينها ولا مش عارفينها؟ الموانع للتكفير الخطأ، الخطأ ضده ايه؟ القصد، مش كده؟ ان النسيان اللي ضده ايه؟ الذكر، الجهل اللي ضده العلم، التأويل اللي ضده عدم التأويل، الإكراه اللي ضده الاختيار، الجنون اللي ضده العقل، الصغر اللي ضده البلوغ، ماشي كده؟ نوصل لسن البلوغ. النوم الذي ضده الاستيقاظ، يعني واحد وهو نايم قال كلام كفر. في ناس كده بتحصل، في ناس بتتكلم وهي نايمه، مش كده؟ بيحصل كتير. قلت له كلمه قال لك مثلا في طاعه الله عز وجل، راح جاي قال لك سب هذه الطاعه وهو نايم، استيقظ بعد كده طلع ان هو ايه؟ ما كانش حاسس اللي بيقول، مش كده؟ ده لا يخرج من المله. ادي الموانع، دي هي اللي موانع للتكفير، مش من شفتوا من ضمنها إرادة الدنيا. عشان كده ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما هو اللي قال علشان الفلوس انا هيكفر بالله يبقى كفر بالله، علشان ما يتحركش قدام الناس كفر بالله، لقوه بيفطر في رمضان فقالوا له انت ازاي بتفطر رمضان انت مش مسلم؟ قال لهم لا انا مش مسلم، انا ما مسيحي، مختارا مش مكره ولا متأول، لان هو بيقول انا مسيحي انا نصراني، نطق بالكفر مختارا، يبقى ده ايه؟ خارج من المله، مع انه بيقولها عشان ما يتحركش. واحد نطق بالكفر عنادا عايز يغيظ اللي قدامه، ماشي كده؟ غاظه في حاجه قال له خلاص يا سيدي انا بقى ماليش دعوه، ما 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 الشرع ده ما يلزمنيش، ماليش دعوه بكتاب الله، عندا فيك. وهو مثلا انا بقوله كده عند كفر بالله، لان مش من ضمن موانع التكفير العناد، مش كده؟ مع واحد قدامي قال الله قال له ثلاثه، الثاني يقول الله يعني قال له ثلاثه،
بس بيصلي التاني بيقول ثلاثة بيصلي. اه واحد بيقول اهو واحد بيقول له الله واحد قال له لا ثلاثة. ما قالش الله واحد بيقول الله يمكن حدنا في العرب. قال له الله ثلاثة. عشان يقول وبعدين راح يصلي بعد كده خرج من الملة. لأن مش من ضمن الأمر الموانع التكفير الايه؟ العناد. مش من ضمنها إرادة الدنيا. الغضب المغلق العقل يبقى جنون. إغلاق. خلاص يبقى ملحق بالجنون لأنه زال عنه التكليف. عشان كده الإغلاق ده معناه أنه واحد لا يعي ما يقول. من شدة الغضب أصبح أهذي بما لا يعرف. السكر بغير اختيار مانع من مانع التكفير لانه زوال العقل زي الجنون. يعني ايه السكر بغير اختيار؟ يعني واحد يشرب ميه مسك الكوبايه طلع فيها زبيرته شرب سكر كفر. مش حمزه وهو ثمن قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهل انتم الا عبيد ابائي؟ او ده كفر. ولكن كانت الخمر غير محرمه في هذا الوقت فسكر ونطق الكفر من غير تحريم. واحد وهو بيفوق من البنك اللي خده للضرورة عشان يعمل عملية نطق بكلمة الكفر أثناء وهو في البنك. أو ده أخذ مادة مخدرة عند الضرورة ونطق بكلمة الكفر أثناء ذلك لم يكفر. إنه زوال العقل. العقل ده من ضمن زي كل ده ملحق بالجنون. معانا كده؟ فليس من موانع التكفير ولا دليل على ان من موانع التكفير زي ما قلنا العناد ولا 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 الاحراج من الاخرين ولا اراده الدنيا ولا حمايه الوظيفه ولا اخذ مال. لا دي كلها ليست معتبره. عدنا الى ما نحن فيه. اللي فعله حافظ بن ابي بلتعه انما احتج بماذا؟ بانه اراد ان يحمي قرابته. فقالت والله هذا أمر جائز لي يا رسول الله. زي بالضبط كده الذين قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ما دي معصية أن يشغلك مالك وأهلك عن الإيه؟ عن الجهاد الواجب. مع يعني هم عايزين ينزلوا من النفاق إلى الإيه؟ إلى المعصية. ومع ذلك ربنا كذبهم أن هم يعني دي حاجة محرمة بس أنتوا مش كده. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هم في الحقيقة ما خرجوش لأنهم يكرهون الدين لأنهم لا يريدون نصرة الإسلام لأنهم لا يوقنون بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبوعد الله. فهم حقيقة ما في قلوبهم أنهم يريدون هزيمة الإسلام ويريدون أن يضمحل أمر الدين. ولكنهم يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا. فبنقول اللي قال ده عشان كده الفعل نفسه ده هو الذي ينظر فيه. عشان كده محتاجين ان احنا ننظر الى طبيعة الفعل او القول الذي وقع مجردا ثم بعد ذلك ننظر في موانع التكفير ان ثبت انه من الايه؟ من المكفرات. لكن اذا ثبت ان هذا الفعل ليس مكفرا لم يكن صاحبه ولو بدون موانع كافر. زي ما قلت لكم الزاني والسارق بدون موانع تكفير ليس ايه؟ ليس كافرا. دي كبيرة من الكبائر. وعشان كده احنا اتفقنا ان فعل حاطب طالما ان هو وقع بدون تأويل وفي نفس الوقت كان لم يكن كفرا تبين بذلك ان من الموالاة ما لا يكون ايه؟ كفرا. موالاة الكفار بدلالة الآية. وليس معنى ذلك ان كل موالاة الكفار تكون ايه؟ لان دي يعني دي النصوص عامة وهذا نص خاص في حق حاطب ومن شبهه ان التجسس لصالح الكفار دون رضا بالكفر ودون ارتداد عن الدين ولا انه يختار الكفر لا يكون ردة على الاسلام. لكن الجاسوس قد يكون واختار هزيمة الاسلام والمسلمين ان هو فعلا يريد ابطال دين الله عز وجل. يتحقق معاه ويتشاف هو عمل كده ليه. اذا به يقول انه يرى صحة ملة اليهود والنصارى او صحة ملة عباد الاوثان أو يرى أنه يريد أن يضيع هذا الدين وأضمحل لأنه أخذ ملك آبائه وأجداده مثلا لكان هذا كفرا والعياذ بالله. قال وفيه أنه لا يحد العاصي ولا يعذر إلا بإذن الإمام. نعم أن عمر رضي الله تعالى عنه
قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني. إذن الإمام بيكف الناس، الحاكم المسلم الذي يقود الناس بكتاب الله هو الذي يكف الناس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا قيل أن الحدود إنما هي للنواب وسلطانه إذا كان قائما بالعدل قادرا عليه. هذا هو الأمر، أو من يقوم مقام الإمام إذا كان الأمر كذلك، أن يمكن أن يقام تقام الحدود بعدد وقوة ومن غير سلطان، كما قال شيخ الإسلام في أمر الحدود: والأصل أن هذه الحدود تقام على أحسن الوجوه، فما أمكن إقامته من أمير لم يحتج إلى اثنين، وما أمكن إقامته بعدد وبغير سلطان أقيمت ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإذا كان في إقامتها من فساد الراعي والرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. إذن لماذا مع وجود الإمام الشرعي، هذه نقطة مهمة جدا، لماذا يكف الناس؟ لأن الإمام هو الذي يقدر وله السلطان على إقامة الحدود بضوابطها الشرعية، ولأنه يجب أن يعان على ذلك طالما كان قائما بالحق قادرا عليه. وأما إذا كان مضيعا أو عاجزا لم تدفع إليه مع إمكان إقامتها بدونه. ولذلك يعزر الرجل امرأته دون إذن الإمام، ويعزر الوالد ولده دون إذن الإمام. وهناك قول بأن يقيم السيد الحدود على عبيده وإمائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. وهذا ظاهر جدا في أن هناك من له سلطان وشوكة وقوة، وإذا كان على علم وبالضوابط الشرعية جاز أن يقيم ذلك، لكن الأصل أنه لا يعذر ولا يحد إلا بإذن الإمام. قال: وفيه إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرونه، كما أشار عمر بضرب عنق حاطب، لأن عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ده دليل على أن فعل التجسس من أعمال المنافقين، لكن عمر ظنه من النفاق الأكبر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطب لم يكن منافقا النفاق الأكبر الذي يستحق به ضرب العنق. قال: إنه قد شهد بدرا. ولم يقل عمر ولم يقل يا رسول لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر أنك يعني أن هذا الفعل ليس من أعمال النفاق. وهذا دليل على أن المنافق النفاق الأكبر إذا أظهر نفاقه عومل بمقتضى هذا، أعني أنه يضرب عنقه. أظهر كفرا وثبت ذلك عليه وظل ينتسب إلى الإسلام كالزنادقة، الذي عند الصحابة رضي الله عنهم أن المنافق إذا أظهر نفاقه ضرب عنقه. وهذا دليله دليل الكتاب والسنة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن المنافقون يجاهدون بالسيف وبالقول إذا أظهر المنافقون نفاقهم الأكبر. الآية ظاهرة، وهذا ترجيح ابن جرير رحمه الله، وقد قال عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. لو ما أظهرش نفاقه يبقى خلاص مكتوب. يبقى الأهل العلم الذين يتكلمون على أن المنافق محكوم بإسلام ويعامل معاملة المسلم، هذا مشروط إذا لم يظهر النفاق. بس من تحت
من تحت لتحت، خليه بقى من تحت لتحت، احنا مالنا وماله، حسابه على الله. لم أمر أن نقب عن قلوب الناس. إذا أظهر أمرا هو من النفاق الأصغر، زي ما فعل إيه حاطب، قد يعذر وقد لا يعذر. وإذا كان الأمر حدا، يعني أصلا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ده أصلا من فعل مين؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لمن أفعل المنافقين. من الذي تولى كبره منهم؟ رأس النفاق عبد الله بن أبي، مش كده؟ الذي كان يجمع الحديث وينشره ويذيعه، فأصلا ده من فعل المنافقين، إرادة الفواحش بنشر الفواحش في الأمة. ولكن إذا أظهر هذه الفاحشة فقط ولم يظهر رغبته في تدمير المجتمع المسلم، يعني هو بس بيعملها شهوة عشان تبقى السمعة سيئة، عشان يطعن في خصومه، بخلاف واحد يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ده واحد ده في الحقيقة ما اطلعناش منه على كده، هنقيم عليه حد القذف فقط. طب لو هو قال أنا أتمنى اليوم الذي أرى فيه كل النساء المسلمات يرتكبن الفواحش، هو ده بقى من النفاق الايه الأكبر، مش إن هو ده بيعبر عن إرادته، إن هو زي ما واحد كتب مرة بيقول لك أنا أتمنى اليوم اللي بقى المجتمع العربي والمصري فيه إن البنت تاخد صديقها وتخش قدام أبوها حجرة النوم مثلا كما تفعل الفتاة في أوروبا، ده بيعبر عن عقيدته فيما يريد وما يبتغيه من نشر الفواحشة في المجتمع، مش في واحدة بعينها، مش من غزم فلان فبيقذفه بزوجته أو أخته أو أمه، لا ده عايز دمار المجتمع المسلم. لكن في منافقين يعملوا كده وعايزين يعملوا كده ويخططوا يعملوا كده، عايزين يجعلوا المجتمع العربي والمسلم في كل والمصري يكون نسخة من أوروبا. البت اللي طلعت عريانة دي هي قالت ايه؟ ما قالتش انها علشان هي حلوة والناس عايزين يتفرجوا على جمالها، بتقول لأجل الليبرالية، من أجل منع القمع الديني في مصر، صورت عريانة والعياذ بالله. أهو ده الاعتقاد، ده رد عن الإسلام، لأن هذا من معلومة بالضرورة، لا معلومة من اليهودية والنصرانية والإسلام بالضرورة، يعني إن التعري بهذه الطريقة محرم، ده ما فيهوش جهل، ماشي كده؟ والمشكلة إن هما بيقولوا إن الفعل ده فعل إيه؟ يوم تمدح عليه وتمدح هذا الفعل ويثني عليها عاشقوها كذلك. الأمر ده إرادة نشر فاحشة، مش ان هو مش زي واحد من مثلا الراقصات المنحطات مثلا والفنانات المنحطات اللي بيصوروا مثل هذا واشد منه، بس لاجل ايه؟ لاجل الشهوه، مش كده؟ ما بيقولوش ان الفعل ده حريه وليبراليه حاجه جميله ومظبوط، وان ده ضد المتدينين عشان التدين اللي عايزين يخنقونا، اللي هو معلوم ان هذا من الدين، هذا الذي حدث بهذا الاعتبار رد على الاسلام والعياذ بالله، وكل من يوافق على ذلك مرتد عن الاسلام. بس الحمد لله ان الكل طبعا بيشتم، وهذا من دليل على بقاء الدين. يعني فعشان كده بقول لما المنافق يظهر نفاق اصغر يعامل بمقتضى ما اظهر، حد ولا ما دونه، حد يقام عليه وما دونه يعذر، اظهر النفاق الاكبر يعاقب بما صنع، النفاق الأكبر ده كفر أكبر يعاقب، يضرب عنقه كذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن ما فعله حاطب إيه؟ ليس كفرا أكبر، إنه هو كبيرة من الكبائر وليس لها حد، وإنما هو تعزير، والتعزير إلى الإمام، وقد يرفع التعزير بسبب سابقة خير أو بسبب مانع من الموانع، لأن التعزير تقدير العقوبة فيه، التعزير ليس واجبا في كل مرة وفي كل حالة، ليس كالحد، الحدود ليس للإمام ولا لغيره أن يمتنع منها. قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ بخلاف التعزير، التعزير يمكن أن يعفو الإمام عن صاحبه إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، وهو مفوض إليه بنظر المصلحة لا بنظر هواه، مش عشان اديله فلوس يمتنع
ولا علشان قريبه يمتنع من تعزيره، لا، لان المصلحه الدينيه تكون في ذلك. ايه المصلحه الدينيه في قصه حاطب؟ تعظيم من شهد بدرا، تعظيم قدر من شهد بدرا، بيان فضيله من شهد بدرا. الحديث ده رغم ان هو فيه ما يعني فعل نقيصه من حاطب، الا انه محطوط تحت ايه؟ باب من ايه؟ من فضائل حاطب بن ابي بلتعة. لان الرسول اولا قال انه قد صدق، وقال انه قد شهد ايه؟ بدرا، وان الله قد طلع على هذا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يغفر لهم. بعد كده بيقول لك يعني بقى يأنب نفسه ان هو قال الكلمه. عمر رضي الله عنه رجع في حضور النبي عليه الصلاه والسلام وبكى وقال الله ورسوله اعلم. يقول: ومذهب الشافعي وطائفه ان الجاسوس المسلم يعذر ولا يجوز قتله. الامام الشافعي يقول لا يجوز قتله، والصحيح ان الحديث ده يدل على ايه؟ جواز قتله لا وجوب قتله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل انه مسلم، انما قال انه قد شهد بدرا، فالمانع هو شهود بدر وليس مجرد الايه؟ الاسلام. فده دليل ان كلام عمر كان يمكن ان يكون له وجه اذا كان ايه؟ اذا كان ممن لم يشهد بدرا. طب مع ذلك ان يجوز التعزير بالقتل، ان يصل التعزير للقتل؟ نقول في مثل هذا الذنب لا يصل التعزير الى القتل الا في المواطن التي ورد فيها الاذن من الشرع، لان هذا هو الذي يصلح مخصصا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. ماشي؟ يبقى النصوص هي التي تجعل. مثل ماذا؟ مثل اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما، مثل من جاءكم وامركم جميع على رجل منكم يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. هذا مثل دفع الصائل، قال لا تعطيه مالك، قال فان قتلني، قال قاتله، قال فان قتلته قال هو في النار. اذا مامور بمأذون في قتل ده، مع ان اخذ المال ليس ايه؟ ليس مستوجبا للقتل، مش كده؟ ولكن لدفع الصائل. يعني واحد رأى رجلا يقبل امرأته أراد منعه لم يمتنع قاتله فقاتله. من أول مرة هو عايز أقول له لا، دفع الصائل لابد أن يكون بالأهون ثم الأشد، فإذا امتنع بالأهون لم ينتقل إلى الأشد. خلاص يا سيدي، فمثل هذا. طب لو ان انسانا نظر الى داخل بيته كان له ان ايه؟ ان يفقع عينه، هل عقوبه النظره المحرمه فقع العين في كل مره؟ لا، ده ساءت الايه؟ النظر فقط. ولذلك لو انصرف وطلع يجري وقبض عليه بعد ذلك، وطلب هذا الرجل الذي نظر في بيته فقع عينه، لم يكن له ذلك، خلاص بقى هيعذر، ومش هيعذر بفقع العين، لا يجوز التعذيب بفقع العين. عشان كده بنقول اللي ورد فيه النص فقط، اللي هي تعزير اشد من الحدود، انما يرد بالنص عشان ما يفتحش الباب للحكام الظلمه وغيرهم بان هو يجوز التعزير بالقتل. اي حد عايز يقتل يقول انا ارى مشروعيه قتله، انا امرت بقتله، لا، ده باب خطير. نحن نجوز التعزير بالقتل في المواطن التي ورد فيها النص على ذلك فقط دون الزيادة. قال: وقال بعض المالكية يقتل إلا أن يتوب، وبعضهم يقتل وإن تاب، وقال مالك يجتهد فيه الإمام. وده الصحيح، أن الإمام يجتهد في الجاسوس ولو كان مسلما، ويجوز قتله ولا يجب. قوله تعادى بنا خيلنا أي تجري، أخرجته من عقاصها شعرها المضفور جمع عقيصة. قوله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال العلماء معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإنه فإن توجه وإلا فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا.
ونقل القاضي إياد الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم، اللي هو قصة قدامة، قدامة بن مضعون. قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المصطحا الحد وكان بدريا. في رواية علي وأبا مرثد والزبير، وفي الرواية الأخرى المقداد، ولا منافاة، بل بعث الأربعة عليا والزبير والمقداد وأبا مرثد. في قول علي رضي الله عنه: ومن مع للمرأة لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، جواز كشف عورة المرأة إذا كانت الحاجة إلى ذلك، لحاجة إذا يعني، ده من ضمن أدلة جواز كشف العورة عند الحاجة، لأن طبعا كان ممكن هم يقبضوا عليها وياخدوها. إيه الفرق بين الحاجة والضرورة؟ في المثال واضح في دي، كان ممكن ياخدوها ويقبضوا عليها ويودوها للنساء المسلمات يكشفوا عليها، لو كان الأمر ده لا يجوز إلا عند الضرورة. عشان كده بنقول لا، ده طب يقول دي المرأة دي كافرة، امرأة كافرة، فليه نقول هذا الأمر وهو مسألة النظر إلى العورة وكشف العورة لا فرق فيه بين مسلمة وكافرة. أعني أن هذا لأجل حق الله، أعني مسألة زنا العين محرم بمسلمة ومحرم بكافرة، وزنا الفرج محرم بمسلمة ومحرم بكافرة. فالفرق ده، وإن كانت حرمة المسلمة أعظم، لكن من يعني إذا كانت الحاجة إلى ذلك، مثل تطبيبها مثلا، ومثل أنها انتهكت حقا للمسلمين بكونها تمتنع من إخراج الكتاب الذي يعني تخبر فيه الكفار بأخبار المسلمين. يعني لو كانت المرأة دي مسلمة كان ممكن تعمل فيها كده؟ ممكن تعمل فيها كده. إذا امتنعت امرأة مسلمة أخذت كتابا وتخبئه في مكان حساس وترفض أن تخرجه، يجوز أن تكشف ثيابها لأجل أن يحصل على الكتاب. ويمكن هو عارف إن لو قال لها ما هو ده بقى دليل على حياء هذه المرأة العربية عموما، أن هذه المرأة رفضت أن تكشف ثيابها مع التهديد. ولكن نقول لو هم نووا، لأن ده في تأكيد، لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، في رواية في البخاري أو لنجردنك، فبيهددوها علشان تستجيب. طب لو كانتش استجابت كان يجوز أن يفعلوا ذلك، لأن القصة اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، بل هو الذي أمر بذلك، أمر أن يأتوا بالكتاب على أي وجه. فكان هذا الذي وقع منهم بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام دليلا على جواز كشف العورة عند الحاجة. والله أعلم. ولكن المرأة العربية عموما عندها حياء، المشركة تأبى أن تكشف ثيابها وتقر بما ألزمت به حتى لا تكشف ثيابها. المجرمون الذين تعودوا على فواحش الغرب هم الذين نقلوا إلينا يعني قلة الحياء، لا، إن عدم الحياء في هذا الباب سواء في حق الرجال والنساء. الأصل عند أهل الإسلام ويعني العرب خصوصا تعظيم أمر العورات. قول غلام حاطب: يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. وطبعا حاطب كان عنده مؤاخذات في بعض الأمور في معاملة عبيده، وقد كان أحيانا يشدد عليهم، وربما لم يكن يعني يعطيهم بعض كفايتهم، ولذا قال هذا العبد لا يدخلن حاطب النار. وحاطب تكرر منه في عهد عمر أنه أجاع مماليكه في عام الرمادة لم يعطي، وعاقبه عمر رضي الله عنه وغلظ عليه، ودار الحد عنهم عندما سرقوا ناقة لكي يأكلوا. قوله كذبت، قول النبي صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، فإنه قد شهد بدرا والحديبية. طبعا العبد الثاني ده صحابي أيضا رضي الله عنه، ولكن لا بد أن يحقق الحق. قال: فيه فضيلة أهل بدر والحديبية، وفيه وفضيلة حاطب لكونه منهم، وفيه أن لفظة الكذب هي الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا
أو سهوا كان الإخبار عن ماض أو مستقبل. وخصته المعتزلة بالعمد، قالوا ما ينفعش يتقال كذب إلا في العمد، وهذا يرد عليهم، لأن الرجل قال لا أدخلن حاطب النار متأولا مما فعل معه يعني. وقد سبقت المسألة في كتاب الإيمان، وقال بعض أهل اللغة لا يستعمل الكذب إلا في الإخبار عن الماضي بخلاف ما هو مستقبل، وهذا الحديث يرد عليه. حديث فيه فوائد عظيمة. قال مسلم حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله، فانتهرها. بلى يعني سيدخلها، فانتهرها، كيف تعترض؟ فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال العلماء معناه لا يدخلها أحد منهم قطعا، كما صرح به في الحديث الذي قبله حديث حاطب، وإنما قال إن شاء الله للتبرك لا للشك، لأنه أمر مستقبل، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وأما قول حفصة بلى وانتهار النبي صلى الله عليه وسلم لها فقالت وإن منكم إلا واردها، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله وقد قال ثم ننجي الذين اتقوا، فيه دليل للمناظرة والاعتراض والجواب. ده دليل على ان العالم ينبغي ان يسمح لتلامذته بان يذكروا وجوه الاعتراض. والجواب على وجه الاسترشاد، وهو مقصود حفصة، لا انها ارادت رد مقالته صلى الله عليه وسلم، ربما ظنت ان الرسول قد نسي التخصيص، او ان يعني أن هذه الآية تخصص ما ذكر، دليل على جواز تخصيص عموم السنة بالكتاب. قال والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط، وهو جسر جهنم، جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون. وده ظاهر الحديث طبعا. لماذا؟ لأن معنى لا يدخل النار إن شاء الله، ورسول فسرها ثم ننجي الذين اتقوا، إذن الورود لا يلزم منه الدخول، وقد يطلق عليه الدخول باعتبار أنه مر عليها. نعم، المرور قد يكون معه تعذيب بالنار أثناء المرور. أو مقصود لا يدخل النار دخول تعذيب، لأن المؤمنين يدخلون النار وهي عليهم برد وسلام لإخراج أوصاة الموحدين، كما ثبتت بذلك الحديث. قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة، بالجعرانة أو الجعرانة، بين مكة والمدينة، ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال ألا تنجج لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال له الأعرابي أكثرت علي من أبشر، عايز فلوس. قال فأقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال إن هذا قد رد البشرى
فاقبلا أنتما. فقال قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه أخرج ما في فمه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما. قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. عندكم نحوك مش كده؟ بعض النسخ مكتوب فيها واو بدل الراء. ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادتهما أم سلمة من وراء الستر أفضلا لأمكما مما في إنائكما، فأفضلا لها منه طائفة. قد وسع الله عليهما توسعة عظيمة. عايز بقى صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول فضيلة ظاهرة لأبي موسى وبلال وأم سلمة رضي الله عنهم، لأنهم قابلوا البشرى على الإجمال. الراجل الأعرابي عايز ياخد يقبض، البشرى كانت أوسع بلا شك. قال فيه استحباب البشارة، استحباب الازدحام فيما يتبرك به، إن أم سلمة تريد نصيبا، وطلبه ممن هو معه والمشاركة فيه، باب طلبه والمشاركة فيه. قال حدثنا عبد الله بن مراد أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر. قال فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عمي من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي، تراه ذلك الذي رماني. قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلاحقته. أبو عامر أشار لأبي موسى قال له الرجل ده هو اللي تم. قال فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته، وجعلت أقول له ألا تستحي؟ ألست عربية؟ ألا تثبت؟ العربي لا ليس بجبان يعني. فكيف؟ قال فكف. فكف يعني النخوة أخذته فتوقف. فكف فالتقيت أنا وهو، فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته. ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك. قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، الماء الذي في الرمح. فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات. ومكث يسيرا مكث مدة وجيزة ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر
وقلت له قال قل له استغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه. قال اللهم اجعله يوم ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت ولي رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى رضي الله عنه. نزى منه الماء أي ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع. سرير مرمل الذي نسج في وجهه بالسعف ونحوه. السرير معمول زي الحصير يعني سعف النخيل. سرير خشن. يقول ويشد بشريط ونحوه يقال منه أرملته فهو مرمل. وحكي رملته فهو مرمول. عليه فراش. يقول كذا وقع في صحيح البخاري ومسلم. فقال القابسي الذي أحفظه في غير هذا السند عليه فراش. وأظن ولفظة ما سقطت لبعض الرواة. ما عليه فراش وما عليه فراش عشان يقول أثر رمال السرير عليه علشان السعف الخشن أثر على جنب الرسول. ممكن يكون الفراش موجود بس فراش إيه صغير. يقول وتابعه القاضي وغيره قد يعيد غيره أن لفظة ما سقطت أو ما سقطت وأن الصواب إثباتها وهو في بيت على سرير مرمل وما عليه فراش. قال وقد جاء في حديث عمر في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال جنبيه. لكن طالما في البخاري ومسلم بدون لفظ ما نحن نقول الصواب أن يكون ما في الصحيح والصواب. يمكن أن يكون الرمال أثر بظهره وجنبيه لأنه ليس فراشا إيه؟ كبيرا جزء فقط من الفراش ليس فراشا يغطي رمال الحديث السرير. يقول ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. قال فيه استحباب الدعاء واستحباب رفع يديه فيه. وأن الحديث الذي رواه أنس أنه لم يرفع يديه إلا في ثلاثة مواطن محمول على أنه لم يره وإلا فقد ثبت الرفع عنه في مواطن كثيرة فوق 30 موضعا. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو وقال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. باب من فضائل الأشعريين. طبعا من فضائلهم قراءة القرآن وكثرة تلاوتهم له وصلاتهم بالليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم من أصواتهم وإن لم يرى منازلهم بالنهار. حين يدخلون بالليل وفي رواية أو في بعض النسخ حين يرحلون. قال واختار بعضهم هذه الرواية من الرحيل. قلت الأولى صحيحة أو أصح والمراد يدخلون منازلهم إذا خرجوا لشغل ثم رجعوا وفيه دليل فضيلة الأشعريين وقوم أبي موسى الأشعري وفيه أن الجهر بالقرآن
في الليل فضيلة إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم أو لمصل أو غيرهما ولا رياء. والله أعلم. والرفقة والرفقة بالضم والكسر. قوله صلى الله عليه وسلم: ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، أي تنتظروهم. ومنه قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. قال القاضي: واختلف شيوخنا في المراد بحكيم هنا، فقال أبو علي الجياني: هو اسم علم لرجل، اسم علم لرجل. وقال أبو علي الصدفي: هو صفة من الحكمة. فيه فضيلة الثبات في مواجهة العدو. قال: حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. أرملوا بمعنى فني طعامهم. في هذا الحديث فضيلة الأشعريين، وفضيلة الإيثار والمساواة، وفضيلة خلط الأزواد خلط الأزواد في السفر، وفضيلة جمعها في شيء واحد عند قلتها في الحضر ثم يقسم. وليس المراد بهذه القسمة المعروفة في كتب الفقه بشروطها ومنعها في الربويات واشتراط المساواة، المساواة مش المساواة وغيرها، وإن المراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود. هم مني وأنا منه، فضيلة عظيمة للأشعريين. أقول قولي هذا واستغفر الله.